نكمل مع بعض في الفيديو ده باقي السترنج اللي احنا شرحناه الفيديو اللي فات. وفي الفيديو ده هنتكلم عن الميثودز الخاصة بالسترنج. لو انا عندي سترنج مثلا كورس بايثون، عايز اطبع كلمة بايثون دي بس كلها ابر كيس، فهعمل ايه؟ هقول له برنت الكورس ده دوت. عملت رن لقيت بقى لي كل الحروف كابيتال. طب لو انا عايز كل الحروف سمول اقول له برضو برنت كورس دوت لور، هلاقي طبعا لي كل الحروف سمول. طيب لو انا عايز اتاكد اذا كانت الكلمه دي اصلا الحروف بتاعتها كلها سمول ولا لا، يعني مثلا بايثون هنا عندي كلها سمول، فلو انا عايز اتاكد فاقول له دوت كيز لور. مش تفتح القوسين دول عشان دي كده تعتبر الفانكشن كول، وادوس ران هلاقيه بيقول لي ترو. طب لو انا كنت عامل مثلا دي كده كابيتال، دوست ران هلاقيه بيقول لي فولس. حلو، طب دي كده كانت ميثودز سهله. من ضمن الميثودز المهمه برضو ان احنا ممكن نستخدمها لو في فراغات كده في الاول وفي الاخر في السترينج. فمثلا لو انا قلت برنت كورس، لو بصيت كده هتلاقي ان كلمة كورس باين قبلها فراغ كده، فاهم قصدي؟ طب حلو قوي. لو انا بقى عايز اشيل الفراغات دي هقول له كورس دوت، افتح برضو القوسين دول بتوع الفانكشن كول، دوس ران هلاقي ان كلمة بايثون اللي في الاول اللي هي في الاول خالص دي هو شال كل المسافات اللي في الاول ولا في الاخر، ده اللي الفانكشن دي بتعمله. حلو، في فانكشن تانية اسمها فايند. عملت برنت، انا سايب كل حاجة بس مش عايز امسح حاجة عشان كله يبقى باين قدامك، كورس دوت فايند واديته حرف الواي مثلا، ممكن اديله حرف، وعملت رن هلاقيه بيقول لي 3. فايند دي بتجيب الاندكس بتاع الحرف، يعني حرف الواي هنا هلاقي اللي ده انا عشان سايب مسافة دي 0 1 2 3. طب لو انا اديتها كلمة زي مثلا تي اتش كده ودوست رن هلاقيه بيقول لي 4. طب الـ4 ده ايه؟ الـ4 ده الاندكس بتاع اول حرف اللي هو حرف التي هنا، اللي هو هنا 0 1 2 3 4. طيب لو انا جيت بقى حطيت حرف مش موجود اصلا زي حرف الزد مثلا وقلت له رن، هلاقيه بيقول لي -1. -1 دي معناها ان انت بتقول له فايند الحرف ده، الفايند الحرف ده مش موجود، فهو راح مرجع لك -1. او مثلا كلمه كامله مش موجوده زي مثلا الكلمه دي، الكلمه دي على بعضيها كده برضو مش موجوده، فلو دوست ران هلاقيه برضو بيقول لي -1. بعد كده عندنا فانكشن مهمه وهنستخدمها كتير بعد كده وهي الريبليس. مثلا لو قلت له كورس دوت ريبليس، ريبليس دي بتشيل جزء من السترنج وبتستبدله بحاجه تانية. يعني انا ممكن اقول له مثلا بدل حرف البي ده حطني مكانه حرف الكي، لو دوست ران هلاقيه طبع لي كلمة بايثون بس بدل حرف البي حط لي حرف الكي. تمام، عندي بقى بعد كده حاجتين مهمين هما الان والنوت ان. لو قلت له برنت ال حرف البي ده ان كورس، هل حرف البي ده موجود في كلمة كورس؟ لو دوست ران هلاقيه بيقول لي ترو. طب لو قلت له حرف الزد ده مثلا دوست ران هلاقيه بيقول لي فولس. عكسها بقى النوت ان، لو قلت نوت ان هل حرف الزد ده مش موجود في الكورس؟ دوست ران هلاقيه بيقول لي ترو. طب لو قلت له حرف البي او حرف الان مثلا نغير حرف الان ده مش موجود في الكورس، هلاقيه بيقول لي فولس لان هو فعلا موجود. دي كده كانت اهم الميثودز اللي موجوده في السترينج. حابب بس انبه على حاجه، احنا من ساعه اول الكورس لغايه دلوقتي اتعاملنا مع كذا فانكشن زي فانكشن التايب وزي فانكشن اللين اللي كانت بتديها السترينج فبترجع لي عدد الحروف اللي موجوده، ودي فانكشنز خاصه بالسترينج يعني انا بستدعيها عن طريق السترينج. الكلام ده كله هنشرحه بالتفصيل لما ان شاء الله نشرح الفانكشنز قدام ونشرح الاوبجكت اورينتد بروجرامنج، بس لغايه دلوقتي حاول تجمع معايا ان الميثودز دي ليها مهام محدده. يعني انت ممكن تكون حفظتها زي مثلا فانكشن اللين اللي انت بتجيب بيها اللينس او عدد الحروف اللي موجود في السترينج، وهناخد فانكشنز تانية لغاية ان شاء الله ما نوصل ان احنا نشرح الفانكشنز بالتفصيل وازاي بنعملها وتفهم بقى الحوار ده ماشي ازاي بالظبط.
بس كده، دي كانت اخر حاجة هقولها في السترينج. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم عن داتا تايب جديد وهو النمبر. سلام.